السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الريفيو بتاعنا عن كتاب مندليف في الكيمياء 2024. المندليف من أهم الكتب بتاعت الثانوية العامة في الكيمياء، زيه زي الامتحان بالضبط، بيكون برضو مقدم سؤال وإجابة ومقدم الامتحانات. تعالوا نشوف الكتاب عبارة عن إيه. أول حاجة، الكتاب عبارة عن جزئين، ده الجزء الأولاني وده جزء التدريبات، والجزء ده وهو اسمه جزء التقويم أو التقييم، وبيبقى فيه الإجابات. تعالوا نفتح الكتاب من جوه ونشوف جوه إيه. هنا انا فتحت اول الكتاب وهو جايب لي الباب الاولاني، وبيقول ان الباب الاولاني ده فيه 6 دروس وفيه حوالي 414 سؤال. طبعا عندي الاسئله جوه كلها بنظام البوكلت اهي، على كل درس مديني مجموعه من الاسئله كلها بنظام البوكلت. هنلف مع بعض كده نشوف هل يا ترى هو جايب لي جزء للاسئله المقاليه ولا لا. كده كل ده احنا في الجزء الايه البوكلت. طبعا الكتاب جديد اهو، هنا ده الجزء بتاع بدايه مجموعه حمض الكبريتيك، وكل ده كل ده جايب لي باب باب بقى، وكل باب بالدروس بتاعته اهو. الباب الرابع بيشمل 5 دروس وفيه 327 سؤال. كل ده هو جايبهولي بوكلت، انا مش شايفه خالص ان فيه اي مقالي. يعني الجزء الاولاني ده ماني شايفه خالص ان هو فيه اي مقالي، انا شايفه ان هو كله بوكلت لاخر صفحه تقريبا، كله بوكلت اهو. طيب الجزء الثاني منه اهو، هو هنا قال لي ان الجزء الثاني هو جزء المقالي اهوت، وقال لي ان المفهرس بتاعي اول حاجه مقالي الباب الاول وتقويم او تقييم شامل للباب الاول، وبعدين مقالي الباب الثاني، وبعدين مقالي الباب الثالث، وتقويمات على كل باب. وهنا بقى بيبتدي الجزء بتاع المقالي ده. يا جماعه كان عرض الكتاب المندليف في الكيمياء، وقريب جدا كمان هعرض لكم كتاب النيوتن في الفيزياء، ودي من اهم الكتب اللي احنا بنستخدمها في الثانوية العامة العربي طبعا. وهنا مديني كمان ملحق للاجابات اهي بالارقام، وهنا بيكون خلص معايا الريفيو بتاع كتاب المندليف. الاول مرة اشوف قناتي، فعلوا الجرس واعملوا اشتراك، وهنزل لكم كل انواع الكتب الجديدة.